تركيا ترفض تحذيرات وتهديدات واشنطن حول حيازة تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية S-400. تيريزا ماي تعرب عن أسفها لاستقالة السفير البريطاني لدى واشنطن كيم دايريك إثر انتقادات وجهها الأخير للإدارة الأمريكية. وفي الرياضة الجزائر وتونس تسعيان غدا لإنقاذ الكرة العربية في كأس الأمم الإفريقية. أخبار الساعة، مرحبا بكم من جديد. قال جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن الأمم المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع سوريا بشأن تشكيل لجنة لصياغة دستور البلاد. وتنوي الأمم المتحدة تشكيل هذه اللجنة في خطوة جديدة ضمن جهود إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في سوريا. لقد أجرينا مناقشات إيجابية وبناءة للغاية. أعتقد أننا أحرزنا تقدما ملموسا وأننا بالفعل نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء اللجنة الدستورية كمدخل للإجراءات السياسية الأوسع. ذكرت صحيفة ذا جارديان أن بريطانيا وفرنسا وافقتا على إرسال قوات إضافية إلى سوريا لسد الفراغ الناتج عن خفض الولايات المتحدة عدد عسكريها في سوريا. وفقا لصحيفة الجاردين البريطانية ولسد الفراغ الناتج عن خفض الولايات المتحدة الأمريكية عدد عسكريها في سوريا، وافقت كل من بريطانيا وفرنسا على إرسال قوة إضافية إلى سوريا، وذلك بزيادة عدد قوة النخبة في البلاد بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% لمحاربة ما تبقى من تنظيم داعش وفقا لتصريحات البلدين. وأكدت الصحيفة أن لندن وباريس كانتا تعتزمان إرسال قوة إضافية إلى سوريا في خطوة تعد انتصارا لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بعد رفض ألمانيا إرسال قواتها، وتأكيد الحكومة الألمانية على توخيها الحذر وتمسكها بالتدابير الحالية ضمن التحالف العسكري ضد تنظيم داعش، ما يعني عدم وجود قوات برية على الأرض، في وقت أكدت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لن يتم التوصل إلى حل في سوريا إلا في إطار عملية سياسية. ستواصل الحكومة الفيدرالية الألمانية مع الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين جهودها لإحراز التقدم الحقيقي في هذه العملية السياسية. لسوء الحظ يتم التقدم بشكل غير ملحوظ. ومن المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة الأمريكية عدد قواتها في سوريا من 2500 جندي إلى 400 جندي فقط. رفضت تركيا اليوم تحذيرات وتهديدات الولايات المتحدة حول حيازة أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية S-400، ودعت أنقرة واشنطن إلى عدم اتخاذ خطوات قد تضر بالعلاقات بين البلدين. يأتي الرد التركي غدا تحذير أمريكي جديد لأنقرة من شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، والذي سيبدأ تسليمها هذا الأسبوع بحسب المسؤولين الأتراك. رفضت وزارة الخارجية التركية تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطا محايدا في المشكلة القبرصية. أنقرة تختار التصعيد وإثارة التوتر إقليميا ودوليا من خلال إرساء سفينة يابوز في منطقة حقول الغاز لبدء تنقيب وعمليات الحفر، ما دفع قبرص والاتحاد الأوروبي إلى إدانة أنقرة والمطالبة بفرض عقوبات عليها بسبب انتهاك القانون الدولي، ما استفز تركيا لتصدر بيانا ترفض اعتبار بروكسل طرفا محايدا في المحادثات ما بين أثينا وأنقرة. هذا ووجهت دول عديدة كمصر وإسرائيل انتقادات لتركيا وعبرت عن قلقها، فيما اعتبرت روسيا الخطوة التركية تصعيدا قد يدر في مشروع خط الغاز التركي الروسي، كما طالبت واشنطن بوقف عمليات التنقيب بعد مطالبة مجلس الشيوخ وزارة الخارجية الأمريكية بإقامة فريق مراقبة للعمليات التركية
في حقول الغاز. يحاول القبارصة اليونانيون الاختباء وراء أطراف فاعلة خارج المنطقة والاتحاد الأوروبي من أجل إطفاء الشرعية على قراراتها غير القانونية المتعلقة بالجزيرة بأكملها، مما يدل على ضعفها والوضع الخطير الذي تواجهه. ويأتي التصعيد التركي ضمن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقامة وحدة وزارية لمتابعة التنمية الاقتصادية والمالية بين أنقرة وقبرص التركية. صوت برلمان إقليم كردستان العراق اليوم على منح الثقة للحكومة الجديدة. يأتي التصويت بعد نحو شهر على تسمية مسرور برزاني نجل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني رئيسا للوزراء ووزيرا للنفط. ونال رئيس الحكومة ثقة 88 نائبا من أصل 111 قبل أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية. عبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن أسفها لاستقالة السفير البريطاني لدى واشنطن كيم دارويك، مشيرة إلى أنه حظي بدعم الحكومة، وكان السفير قد قدم استقالته على إثر الأزمة التي تسبب بها تسريب مذكرات حكومية وجه بها دارويك انتقادات للإدارة الأمريكية. تغريدات وتسريبات تثير الزعزعة بين بريطانيا والولايات المتحدة، فقد نشرت مذكرات مسربة انتقد فيها السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داريك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن على إثرها استقالته من منصبه. وفي هذا السياق غرد الرئيس الأمريكي مهاجما السفير البريطاني. السفير الأحمق الذي فرضته بريطانيا على الولايات المتحدة هو شخص لسنا سعيدين به، إنه فتى غبي جدا، وينبغي على السفير البريطاني أن يتحدث مع بلاده ومع رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول مفاوضات بريكزيت الفاشلة، وألا ينزعج من انتقادي للطريقة السيئة التي عولج بها الملف. وكان قد أعلن دونالد ترامب نيته عن قطع الاتصالات مع السفير البريطاني كيم داريك، كما وانتقد دونالد ترامب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أبلغت تيريزا ماي كيف ينبغي التعامل مع الملف، لكنها مضت بأسلوبها الأحمق ولم تكن قادرة على حله. يا لها من كارثة. تحدثت هذا الصباح إلى السيد كيم داروخ، لقد أخبرته أنه من دواعي الأسف الشديد أنه يشعر أنه من الضروري ترك منصبه كسفير. أعطت الحكومة بأكملها دعمها الكامل للسيد كيم، لقد قدم خدمة على مدى حياته للمملكة المتحدة، ونحن مدينون له بامتنان هائل. آمل أن يفكر مجلس النواب في أهمية الدفاع عن قيمنا ومبادئنا، خاصة عندما تكون تحت الضغط. ووفقا للمذكرات المسربة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وصف السفير الرئيس الأمريكي بأنه غير جدير وغير مؤهل. وبينت التسريبات مذكرة أرسلها السفير البريطاني في 22 من حزيران يونيو الماضي، متسائلا عن نية ترامب الانسحاب في الدقيقة الأخيرة من توجيه ضربته لطهران، انتقاما لإسقاطها طائرة دون طيار أمريكية بسبب إخباره في اللحظة الأخيرة أن الضربة الجوية قد تؤدي إلى مقتل 150 إيرانيا. والآن أرحب هنا معي في الاستوديو السفير الإسرائيلي السابق إلى الاتحاد الأوروبي الأستاذ أفي بزنير. مرحبا بك. مرحبتين أستاذ أفي. أبي أنت عملت سفيرا ودبلوماسيا لعشرات السنين، كيف يمكن أن نصف هذه الحادثة، وهل بالفعل الاستقالة لم يكن مفر منها؟ كان عليه الاستقالة، هو ارتكب خطأ. هذا السفير هو برسالة رسمية أعرب عن موقفه الشخصي الحقيقي من ترامب، وترامب هو ليس إنسانا يطوي الصفحة ويمر مرور الكرام. ترامب حظر عليه الدخول إلى البيت الأبيض، وهو ألغى دعوته إلى حفل العشاء مع القطريين. ترامب منعه من المشاركة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبين بريطانيا. لم يبقى للسفير المسكين ما يفعله، والشخص المرشح لأن يكون رئيسا لحكومة بريطانيا قال
أن هذا السفير لا يتمتع بثقته مقارنة بتريزا مي التي دافعت عنه. هذا السفير أنهى مهامه في واشنطن، لم يكن بمقدوره الاستمرار بالعمل، لم يكن باستطاعته أن يعمل. أي سفير لا يمكن له القيام بعمله حينما يتم قطع عاتقه من قبل رئيس الدولة المضيفة. لكن أفي أريد أن أسألك، يعني هذا ليس أمر غريب، يعني سفراء ورؤساء يكتبون يعني الجميل والقبيح عن زعماء الدول التي يخدمون بها. لماذا الإدارة الأمريكية اختارت إن صح القول ربما تضخيم هذا الأمر؟ رنين، أنا كنت سفيرا وأنا كتبت أشياء غير جميلة، ولكن حين كنت أكتب هذه الأمور الغير جميلة كنت أكتبها بخط يدي وأرسلها إلى وزير الخارجية ولعيون وزير الخارجية فقط. أنا لم أدخل هذه الأمور في رسائل رسمية تصل إلى عشرات الأشخاص. أنا مندهش من سفير مجرب أن يقوم بما قام به. من واجب السفير أن يقدم التقارير حول ما يدور، ولكن هناك طريقة للقيام بهذا العمل، وهذا السفير أنا لا أعرف لأنه سفير مجرب أخطأ حينما يرى 100 شخص هذه الرسالة. يكفي أن يكون إنسان واحد لا يحب هذا السفير أو لا يحب ترامب ويقوم بتسريب المذكرة وينهي مسيرة السفير. طب هل بالفعل سينحصر هذا ما بين يعني ترامب والسفير، أم أننا نتحدث عن أزمة بين بلدين الآن؟ لا، هذا لن يتحول إلى أزمة بين الدولتين. على العكس، استقالة السفير تمنع أي احتمال لأزمة. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما الحليفتان القادمتان في العالم الغربي. بعد بعض النقاش كانوا سيحلون هذه المشكلة، ولكن الآن بعد ذهاب السفير ورحيله ترامب سيقول أنا انتصرت. من المهم لترامب أن يقول أنه انتصر. سيأتي جونسون صديق ترامب وسيقوم بتعيين سفير صديق لترامب، وبهذا ستحل المشكلة. إذن بهذا ستحل المشكلة. وأريد أن أشكرك السفير الإسرائيلي السابق للاتحاد الأوروبي أفي بزنير، جزيل الشكر لك. عفوا. رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة برلمانية لفرض عقوبات على جورجيا، قائلا إن إصلاح العلاقات المتوترة أهم من الرد على الاستفزازات. وجاء قرار بوتين قبل وقت قصير من تأييد البرلمان الروسي قرارا يحث الحكومة على إعداد عقوبات ضد جورجيا. وكانت علاقات البلدين قد توترت خلال الأسبوعين الأخرين على إثر تظاهرات مناوئة لروسيا في جورجيا. في خطوة وصفها محللون بأنها حنكة دبلوماسية، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض بلاده عقوبات اقتصادية على جورجيا لينتزع فتيل التوتر بين البلدين، على الرغم من إصدار البرلمان الروسي قرارا بالإجماع لفرض العقوبات على تبليسي. بوتين قال لا حاجة لفرض العقوبات احتراما للشعب الجورجي، ويأتي ذلك على خلفية حملة إعلامية شنها التلفزيون الجورجي ضد الرئيس الروسي. فيما يتعلق بفرض العقوبات ضد جورجيا، فإنني أفضل ألا أفعل ذلك احتراما للشعب الجورجي، حيث يتم شحن الشعب الجورجي بالمشاعر المعادية لروسيا من جانب أشخاص لا يعرفون التاريخ، كما أنهم يلحقون الأذى ببلدهم في النهاية. وكان الرئيس الجورجي ورئيس الوزراء قد شجبوا الحملة التي شنها الصحفي في التلفزيون ضد الرئيس الروسي، فيما وصفت وزارة الخارجية الجورجية الحملة بالعمل الذي من شأنه أن يثير مزيدا من التوتر في العلاقات بين البلدين. وكانت احتجاجات قد اندلعت في تبليسي قبل أسبوعين على إثر زيارة نائب روسي للبلاد، حيث أبدى متظاهرين غضبهم من استمرار وجود القوات الروسية في أراضي جورجيا، فيما كانت موسكو قد حظرت الرحلات الجوية التجارية مع جورجيا، مشيرة إلى أن ذلك سيستمر حتى قيام شركات الطيران الجورجية بدفع كل الديون المستحقة عليها.
وتعتبر جورجيا من بين حلفاء الولايات المتحدة، وقد خاضت حربا قصيرة ضد روسيا عام 2008 وخسرتها. أظهر مؤشر حرية الصحافة في العالم الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود سنويا تراجع مستوى حرية الصحافة في المملكة العربية السعودية بعد أقل من عام على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث تحتل الرياض المرتبة 72 بعد 100 من أصل 188 دولة. وأظهر المؤشر أن النرويج تحتل المرتبة الأولى، فيما تونس تبوأت الموقع الأول بين الدول العربية. ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل بشليه، والذي قال إن دولة القانون تآكلت في فنزويلا. وقال مادورو إن التقرير منحاز ويعبر عن الموقف الأمريكي. إن تقرير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو مجرد تقرير آخر أصدره في مكتبها أشخاص أعداء لفنزويلا والثورة البوليفارية. إنه تقرير مليء بالأكاذيب والبيانات غير الصحيحة. إنه تكرار لتقرير المفوض السابق. أعتقد أن ميشيل باشيليت اتخذت خطوة خاطئة في قراءة تقرير أصدروه لها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. لقد خضعت لضغوط من إيلوت أبراميز الممثل الخاص للولايات المتحدة لفنزويلا. يأتي ذلك فيما رحب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بالتقرير مشيرا إلى أنه يعبر عن الوضع الحقيقي للبلاد. اليوم تعاني فنزويلا من دكتاتورية كما قالت المنظمات غير الحكومية بوضوح لسنوات عديدة حتى الآن. كانت ميشيل باشيليت من الأمم المتحدة موجودة هنا في هذا البرلمان حيث التقت بالمجلس الوطني واستمعت إلى بيانات من مئات الضحايا والأسر. واليوم يريد نظام حكومة مادورو أن يقول إن هذا كان تقريرا تم وضعه على مكتبها لتوقيعه. يحتاج العالم إلى إدراك ذلك، فلم تعد فنزويلا تعتبر دولة ديمقراطية في العالم. إنها ليست حكومة مادورو بل أطلق عليها اسمها ديكتاتورية. شهد عدد من مدن نيجيريا تظاهرات واسعة دعما لزعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم زكزاكي الذي تواصل السلطات سجنه منذ عام 2015. وطالب المشاركون السلطات بإطلاق سراح زكزاكي وسط أنباء عن تدهور صحته داخل السجن على إثر عدم تلقيه العلاج اللازم. عند وصولنا إلى الجمعية الوطنية بدأ ضباط الشرطة في إطلاق الغاز المسيل للدموع، تابعناهم حتى البوابة التالية. قررنا البهاء عند البوابة التالية لانتظار الأعضاء لأنهم انتهكوا كل حقوقنا. كن هادئين، ولكن ضباط الشرطة من الداخل أطلقوا الغاز المسيل للدموع وأطلقوا النار الحية. قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن الوقت مناسب لصنع السلام في أفغانستان، داعيا حركة طالبان إلى التفاوض مع حكومته. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وحركة طالبان تحقيق تقدم كبير خلال مفاوضات جرت في الدوحة. يذكر إلى أن طالبان ترفض التفاوض مع الحكومة الأفغانية وتعتبرها بيد الولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي أجرتها مع الجانب الأمريكي في الدوحة أوحت بتغيير في المواقف باتجاه الحلحلة. أعلن رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الجديد إنه سيحترم تعهده بخفض الضرائب. وقال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة في كلمته أمام أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ فوزه في الانتخابات، قال إن مشروع قانون الضرائب سيعرض بحلول نهاية الشهر، وتوعد ابتداء من عام 2020 بتخفيض الضريبة على الأملاك العقارية التي فرضتها الحكومة اليمنية السابقة خلال الأزمة الاقتصادية بنسبة 30% على مدار عامين. أما الآن ننتقل إلى زاويتنا الرياضية. أبدأ مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي حذره عشية المواجهة المرتقبة في السويس ضد ساحل العاجل، منتخب صاحب التاريخ والخبرة. وتخوض الجزائر التي تقدم أداء من الأفضل وضع منتخبها في مصاف أبرز المرشحين لنيل لقب ثان في
في تاريخه بعد 1990 على أرضه مواجهة الخميس ضد المنتخب العاجي. اعتبر المهاجم طه ياسين الخنيسي أن الضغط سيكون على منتخب تونس عندما يلاقي الخميس مدغشقر في الدور ربع النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. وبلغ المنتخب التونسي المتوج مرة واحدة على أرضه عام 2004 ربع نهائي النسخة الحالية المقامة في مصر حتى 19 تموز يوليو بالفوز على غانا بركلات الترجيح. والآن عبر خدمة سكايب ينضم إلينا الزميل ومحرر الشؤون الرياضية في قناة I24 News أدهم حبيب الله. أدهم، قبل أن نخوض في يعني مباريات الجزائر وتونس، هل هدأت الأمور يعني في مصر بعد خروج المنتخب المضيف من هذه البطولة وخيبة أمل كبيرة في مصر؟ نعم، إذن خيبة الأمل مستمرة حتى الآن، لم تهدأ الأمور، وكل يوم نحن نستمع ونراقب الأخبار التي تنطلق من القاهرة، بداية عن إقالات واستقالات بالجملة داخل الاتحاد الكروي في مصر، وأيضا هناك من يدعي أن هناك قضايا فساد تتعلق بالعديد من الأمور. أولا قضية تعيين المدرب المصري أجيري، علما أن هذا المدرب لا يليق بمنتخب مصر، وبعد الفشل في نهائي في البطولات الإفريقية هناك من يتحدث عن عملية اختيار اللاعبين وتشكيلة. أول من تحمل المسؤولية كان رئيس الاتحاد الكروي الذي استقال هاني أبو ريدة، بالإضافة إلى العديد، مجدي عبد الغني نائب وعضو في الاتحاد الذي استقال هو الآخر. وأيضا هناك مسلسل مستمر للعديد من القضايا، بدءا من قضية التذاكر، علما أن الجميع يتحدث أن ليس هذا هو جمهور مصر الحقيقي الذي شاهد وتابع المباريات، إنما تم استثناء جمهور مصر الحقيقي عندما نتحدث عن جمهور الجزائر، الزمالك، جمهور الأهلي الذي يدب الروح والحرارة باللاعبين. وأيضا هناك العديد من القضايا داخل غرف الملابس تتعلق بقضية عمر وردة الذي استثني ومن ثم عاد على خلفية تحرشه الجنسي، والعديد من القضايا داخل غرف الملابس بين اللاعبين، وأيضا مغادرة اللاعبين للبطولة بشكل مفاجئ بعد خساراتهم في دور 16. وكما قلت طبعا الأمور لم تهدأ، ولكن من حد أو وضع حد العاصفة الكروية. نعم. الجزائر يبدو أحد المنتخبات المرشحة للفوز يعني بالبطولة، هل برأيك بالفعل سيستطيع هذا المنتخب اجتياز هذه المباراة حتى الوصول إلى المباراة النهائية؟ نعم، لا شك، يعني قبل انطلاق البطولة لم يتحدث أحد عن منتخب الجزائر كمرشح على الأقل للفوز بهذه البطولة أو لربما الوصول إلى النهائيات، كان منتخب عادي. ولكن الجميع يشيد الآن بأداء مدربه التكتيكي جمال بولماضي، وهو نجم المنتخب الجزائري حتى هذه اللحظة. كيف استطاع هذا المدرب صانع منتخب على المستوى التكتيكي، على المستوى التنظيمي، وأيضا على مستوى اللعب؟ نتحدث عن منتخب شبيه بالقدرات الأوروبية، والفضل يعود أيضا للاعبيه الذين يلعبون في أندية كبيرة في أوروبا، وهذا ما ترجم على أرض الواقع في خلال البطولة الإفريقية. هي مباراة صعبة ضد منتخب جدا صعب له تاريخه في أفريقيا، وأيضا لديه لاعبين ذات خبرة ويملكون خبرة ممتازة في أوروبا، ولكن الجميع يراهن على منتخب الجزائر، هذا المنتخب الذي حد من العاصفة، دعيني نقول بعض الشيء للمنتخبات العربية التي خرجت، يعني مثل المغرب ومصر، وهناك انتقادات في الشارع المغربي لأداء المنتخب ولأداء منتخب مصر، ولكن الجميع الآن يتجه بالأنظار نحو منتخب الجزائر، علما أن هناك منتخب آخر وهو منتخب تونس. ولكن منتخب تونس لم يقدم الأداء المطلوب خلال هذه البطولة، 3 أو 4 تعادلات، ولكن استطاع بنهاية الأمر البلوغ والوصول إلى دور الثمانية. تابع المحرر في الشؤون الرياضية الزميل أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك. والختام من مدينة البصرة بجنوب العراق. بعد عقود من الإغلاق والإهمال، دقت أجراس كنيسة مريم العذراء الكلدانية مجددا في مدينة البصرة بجنوب العراق. وكانت أبواب الكنيسة قد أغلقت منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، الأمر الذي أجبر مسيحيي المنطقة على التوقف عن الصلاة فيها. أول ما دخلت يعني شفت وكأنما أنا بسنة 1990 مثل ما أقول لك، اللي كان عدد المسيحيين
خصوصا بالجمعة العظيمة اللي كان عندنا، هذه الرحلات ما تكفي، وجيبون كراسي أيضا تترس الكنيسة حتى بالحوش يكون عدد المؤمنين. بينما حصلت كنيسة مريم العذراء في البصرة على فرصة جديدة للحياة، لا تزال العديد من كنائس المدينة مغلقة بسبب قلة عدد المسيحيين في المحافظة. في البصرة توجد 414 كنيسة، لكن كل معظمها مغلقة حاليا، موجودة بس 5 كنائس مفتوحة تقام فيها الصلوات. هذا السبب لأنه قلة المسيحيين في هذه المدينة. للمسيحيين تاريخ في العراق منذ 2000 عام، لكن الحرب والصراع الطائفية قلص عددهم من 1.5 مليون نسمة إلى نحو 400,000 نسمة في سنة 2003. هذا وبعد هجوم تنظيم داعش انخفضت أعدادهم أكثر، وليس معروفا على وجه التحديد ما هي نسبة الانخفاض. وصلنا لنهاية نشرة أخبار الساعة، وستتابعون الآن في نشرة هذا المساء ملفات هذا المساء مع الزميل مهند نبيل. ابقوا معنا، إلى اللقاء.